في الثاني من شباط عام 2010 قدر وزير المالية في بلد ما الديون الوطنية بحوالي 1.2278 × 10^13. وحتى تكون الصورة واضحة أمامنا، فإن 1 × 10^6 يساوي 1,000,000، و1 × 10^9 بليون، و1 × 10^12 يساوي تريليون. إذن هنا أنا أتحدث عن ترتيب بمقدار هنا 10 تريليون، إذن كل ما لدينا هنا يساوي 12 تريليون. ثم أعطي لنا أن مصلحة التعداد قدرت سكان البلد بالنسمة بحوالي 3.086 × 10^8، أي أكثر من 300 مليون نسمة بقليل. إذن لدينا هنا عدد مثير للاهتمام وهو عدد السكان، وما هو مطلوب منا هو استخدام هذه التقديرات لحساب الديون الوطنية المترتبة على كل شخص. إذن سنأخذ مبلغ الديون الكلي ونقسمه على عدد السكان، فهذا سيعطينا إجمالي مشاركة كل شخص في الديون الوطنية. استخدم الصيغة العلمية للقيام بالحسابات وعبر عن إجابتك بكل من الصيغة العلمية والصيغة العشرية. وتعني كأي عدد صحيح، قم بالتدبير لأربع منازل عشرية خلال القيام بالحسابات. إذا نحن نريد دين كل شخص، بهذه الحالة سنأخذ الديون الإجمالية ونقسمها على عدد الأشخاص. إذا الديون الإجمالية تساوي 1.2278 × 10^13، ونقسم هذه القيمة على عدد السكان وهو 3.086 × 10 للقوة 8. ويمكننا تقسيم هذا إلى مسألتين منفصلتين، ويمكن أن نقول أن هذا مساويا لقسمة 1.2278 × 3.086، ومن ثم ضرب 10^13 × 10^8. الآن ما هو ناتج 10^13 × 10^8؟ دعوني أقوم بهذا هنا. 10^13 × 10^8. الطريقة التي سأفكر بها أن هذه نفس 10^13 × 10^8. هذه 8 هنا، إذن كان لدينا 10^8 في المقام، فهذا يعادل الضرب ب10^8. إذن لدينا 13 والأساس نفسه وهو 10. إذن 10^13 × 10^8 وتساوي 10^5. أو لنفكر بهذا بطريقة أخرى، إذا كان لدينا الأسس في المقام فيكون علينا أن نطرح الأسس، أي 13^8 ويساوي 10^5، ونضرب هذه العبارة الزرقاء ب10^5، ولنستعين بالآلة الحاسبة لحساب هذا. ومطلوب منا أيضا أن نقوم بتدوير جميع الأعداد لتصبح عبارة عن أربع منازل عشرية، إذن سأحتفظ بهذا في ذاكرتي. دعوني أشغل الحاسبة. 1.2278 × 3.086 يساوي 0.3979، لأننا نريد أن ندور هذا هنا. دعوني أتذكر هذا، أو دعوني أضعه في الجانب حتى أبقي نظري عليه. إذن مسألة القسمة العشرية البسيطة هذه يكون ناتجها 0.3979، وبالطبع مضروبا ب10^5 لكل شخص، مرة أخرى ربما تود أن تقول أن هذه العبارة مكتوبة بصيغة علمية، فلدي عدد مضروب بقوة للعشرة، لكن لاحظ أن هذا العدد ليس أكبر أو يساوي 1،
وتذكر هذا العدد إذا أردت أن تكتبه بالصيغة علمية رسمية يجب أن يكون أكبر من أو يساوي 1 أو أصغر من 10. إذا ما يمكن فعله هنا هو إجراء عملية ضرب. إذا كنا لا نريد أن نغير العدد فيمكننا أن نضرب هذا العدد بعشرة ونقسم هذا العدد على عشرة، أو يمكن أن نفكر بها بطريقة أخرى حيث أن كل هذا يمكن أن يكتب بصورة 0.3979 ضرب 10 ضرب 10 للقوة 4، وكل ما فعلته الآن هو أنني جزأت 10 القوة 5 أي 10 و 10 القوة 4. وفعلت هذا لأنني أريد أن أضرب هذا بعشرة حتى أحصل على 3 بدلا من 3 بالعشرة. لنقم بهذا إذن، فعليا أخذت 10 من 10 القوة 5 قسمت على 10 وأضرب هذا العدد الآخر بعشرة ولم أقم بأي تغيير على العدد، فيصبح لدينا 3.979 وأضربه بعشرة القوة 4، إذا ضرب 10 القوة 4. إذا هذا هو مقدار الدين لكل شخص ممثلا بصيغة علمية. مقدار الدين لكل شخص بصيغة علمية. الآن مطلوب منا أيضا أن نوضح الإجابة بصيغة عشرية، أي ما يعني أن نكتب الإجابة بصورة عدد وفق نظام الأعداد العشرية. إذا كم تساوي 3.979 ضرب 10 القوة 4؟ دعونا نفكر في هذا. لدينا 3.979 ضرب 10 القوة 4. حسنا، دعوني أتبع هذه الطريقة. دعونا نقوم بتحريك المنزلة العشرية، فإذا ضربنا بعشرة نحصل على 39.79، وإذا ضربنا بعشرة القوة 2 نحصل على 397.9، أما إذا ضربنا بعشرة القوة 3 فسيكون الناتج 3979، وإذا ضربنا بعشرة القوة 4 فسنحصل على صفرا إضافيا هنا، وبهذا نكون قد حركنا الفاصلة العشرية 4 منازل إلى اليمين وحصلنا على، يمكن أن أكتب هكذا أن هذا سيساوي 739.790. فإذا فكرت في الديون الوطنية بالنسبة لكل مواطن، أي أن كل رجل وسيدة وطفل في تلك البلد مدينا ب 39,970.